بسم الله والحمد لله والله أكبر. مش نعرف تو بعد ما قال ربي وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. بها نصير قيد مستمر أصلا أمام إيمان جماعي، مش يمتعهم ربي ولكن إلى حين. هذا ماش متاع دائم صار مجيب مستحيل. ولهذا الدنيا أظن نفسي، يعني مرة سعادة مرة شقاء، مرة رضا رباني مرة سخط رباني، وإلا ما. فاستفتهم يا محمد عليك الصلاة والسلام، فاستفتهم اسألهم أنت رجلي. الناس هذوما مسكرين غالقين طبار. فاستفتهم ألي ربك البنات ولهم البنون. هنا يسخر ربي سبحانه وتعالى بالطريقة دي. استفتهم راه ثبت ماذا يخفون من حمق وكذب على الله سبحانه وتعالى. نعود إن شاء الله تعالى.